السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد محمود كمالي. النهاردة نحل مع بعض امتحان الويندوز لقرص التحول الرقمي. نبدأ بسم الله. طبعا تكتب اسم بتاعك محمد، رقم المجموعة. انت اكيد طبعا لما تنضم يبقى عندك رقم للمجموعة بتاعتك، تكتب رقم المجموعة. بعد كده نبدأ بالأسئلة. من الممكن تثبيت تطبيق بشريط المهام، ده رقم واحد صح. شاشة قفل الويندوز تظهر بعد الدخول إلى على الويندوز، غلط. لا يمكن تزامن أكثر من جهاز باستخدام إيميل مايكروسوفت، طبعا غلط. يمكن من الممكن تحديث أكثر من تطبيق تم تنزيله من المتجر في نفس الوقت بالضغط على زر واحد، صح. امتداد برنامج وورد بعد هو الـ RTF، دي صحيحة. المكان الافتراضي الذي يتم فيه حفظ أي ملف جديد هو مجلد برنامج، لا غلط. تلاقي في الدوكومنت. يمكن معرفة المعلومات الأساسية للنظام على الحاسب الآلي، نقوم بالضغط على، هتلاقيها أول واحدة اللي هي كليك يمين، بعد كده جيس بي سي، بعد كده تضغط على بروبرتيز الإعدادات يعني. لا يمكن معرفة قوة المعالج إلا من خلال فاتورة شراء الكمبيوتر، لا غلط طبعا. انت ممكن تدخل على الإعدادات زي ما قلنا فوق، تدخل على تعرف سرعة المعالج بتاعك. لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة، لا غلط. طالما انت عملت لها ديليت يمكن استعادتها، الا لو طبعا عملت لها ديليت شيفت ديليت، طبعا في الحالة دي بس لا يمكن استعادتها. لا توجد تطبيقات مجانية على المخزن، لا غلط. القرص الصلب والشاشة امثلة على نظام التشغيل، لا طبعا دي تبع الهاردوير. يمكن اعادة تشغيل الجهاز عن طريق الضغط على شيفت زائد كنترول زائد ديليت، لا غلط طبعا. بالضغط على زر استعادة يتم استعادة النافذة، صح. الأوبريتنج سيستم هو مجموعة من البرمجيات المسؤولة عن إدارة الموارد، اللي هو عتاد الحاسب، وبرمجيات الحاسب وهي ويمثل وسيط بين المستخدم وعتاد الحاسب، صح. لا يمكن الدخول على الويندوز إلا من خلال حساب مايكروسوفت، غلط. بالضغط على زر تصغير يتم تصغير الشاشة، صح، أو النافذة. يمكن الانفصال عن الشبكة والاتصال بأخرى، صح. لمعرفة معلومات نظام التشغيل نقوم بالضغط على Alt Delete أو Delete حذف، إيه علاقتها؟ فتبقى غلط. يمكن إنشاء أكثر من مستخدم في نفس الوقت على نفس الجهاز، صح. يمكن مزامنة أكثر من جهاز من خلال إيميل مايكروسوفت، صح. يمكن غلق البرامج التي لا تستجيب من خلال مدير المهام اللي هي Task Manager، صح. يمكن التنقل بين النوافذ المفتوحة من خلال الضغط على شاشة القوائم، لا غلط. يمكن نسخ الشاشة كلها من خلال الضغط على برينت سكرين، صح. يظهر مستوى الصوت على سطح المكتب، صح. لا يمكن معرفة مساحة القرص الصلب، غلط. نظام التشغيل هو وسيط بين المكونات المادية والبرمجيات. يوجد أكثر من إصدار للغة الإنجليزية. يمكن الدخول على الويندوز من خلال البصمة. تظهر جميع الشبكات التي يمكن الاتصال بها في نفس الوقت. طيب خلينا نعمل إرسال. طيب نشوف النتيجة بتاعتنا، إن شاء الله ما فيش أخطاء. الحمد لله ما فيش أي أخطاء. كده يبقى حلينا مع بعض امتحان الويندوز قرص التحول الرقمي واجهة انجليش. اي اسئلة عند حضراتكم ممكن تسيبوها في الكومنتات هنا تحت الفيديو، وان شاء الله كده بالتوفيق بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.